حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل نفس ذائقة الموت. أنا جد أصيل الآن في الجامعة أقرأ طب سنة ثالثة دعوة دير في التطبيقات في عين الناجع. أمس أروح من عندنا من الدار جاي اليوم جدة هنا بدأنا وقال لي جدة قلت له هاك شو عطيك طيب تاكل في الموز عطت له واش يحتاج وصدق خارج. الوحدة نتاع الليل في الليل يجينا أخبار من طريق من البويرة من طريق الجزائر تقول لهم مو بويرة أنا رايحين للجزائر خير إن شاء الله واش وحدة نتاع الليل عمر لا يجينا أخبار في الليل واش هي كانوا جدا بدي انا رايحين نشوفوا عصير انا متحير من واش موقع له مشكل ولا من نهر انا عارف ليش واش السبب اللي ما تليفوناش كي صفر وانا على الخمسه كي جا بدي كبير هذه في السير سقسيت وقت صفى عصير قال لي صفى هو التليفون راه بخير هو يمكن حاولوا يزيدوا التليفون من بعد 8 9 تاع الليل ما جاوش انا مش خاف مو حساسه للغايه كانوا تليفوناش 5 6 مرات في الليل الوحدة نتاع الليل جيها تليفون من الجزائر قلت لنا بلا رانا في طريق الجزائر موبي ورانا رايحين للجزائر ليش؟ قلت لها انا جانا خبر بدي عصير راه واش متهاوش ورا ماهوش مليح ولا راهم ضربوه ولا كان لازم هذا ما كانش الثلاثة بعد ساعتين من الوحدة للثلاثة جا خالو من المدير جا الخبر كيف قال حسن شفتي أصيل ممكن قال لك كلا ممكن حسيتي ممكن ما قال لي ما حسيت ما صدقتهاش خلاص فرحان يترشط جانا كانت عنده فيستا هنايا خفيفة جلبسها قلت له هذه خفيفة قال لي راه الحموين وبسلامته قاعد بصحته ما يبردش بزاف والله خرج فرحان يضحك غاد قلت تموني راه يضحك فيه ما يهدرش خلاص لا على مشاكل لا على حتى حاجه دانا نهار السبت طالعين في الغدير ظال معانا وجابنا في طوموبيلو هذيك القرقشه ما دريتهاش انا كنت دريتو يخشوا لي ما خليتش نروح وقلت لهم ما تروحش كنت في السبيطار داو السبيطار صدمه كبيره ما صدقتوش ما صدقتش حتى داوني للسبيطار طيحوا لي لا طنسيو السكر طلع لي زوج وكون دخلوا مع بعضكم ما سامحهمش ما سامحهمش لا ما سامح ها يزم 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 يموتوا كيما ماتوا هو يموتوا هما تكلا عليه حنا كبرنا قلت هو صغير هو صغير يقوم بينا وبيو خدام وشلاتي هو دايرته هو اللي راح يفتح عليا الدار هو أخوه